سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم طريقه ديال كيفاش تخيطوا كمامه بجوج ديال الوجوه، يعني تقدري تلبسيها على جوج ديال الوجوه مختلفين. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم حتى كيفاش كمامه كبيره نرجعها لكمامه صغيره، يعني الطريقه كيفاش غنحولها بسيطه سهله. يعني لشي اخت عندها كمامه كبيره وبغيت تعاود تديرها لولدها ولا لبنتها، يعني واحد التقنيه بسيطه كيفاش ترجعيها من وحده كبيره لوحده صغيره. بقاو معايا حتى الاخر، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويبارطاجي مع الاصدقاء. ونبداو على بركه الله. اول حاجه كنصايبوا واحد المستطيل، كنديروا 16 سنتيم في العرض، ومن بعد كنديروا 16 سنتيم ونص في الارتفاع بحال هكا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نعملوا جوج سنتيم في هذاك الخط ديال العرض، دابا غادي نقيسو، غادي نعبرو 4.5 سنتيم ونوضعو واحد النقطة، ومن بعد غادي نهبطو بستة سنتيم، نحطو واحد النقطة ونديرو واحد النقطة أخرى تكون فيها تاهي 4 سنتيم، نعبرو 4 سنتيم ونحطو نقطة أخرى. ودابا غادي نجمعوا هاد النقط هادو، غنجي من هاد الجهه الاخرى، غادي نعبر 4 سنتيم وفي هاد الخط ديال الارتفاع غادي نعبر 4 سنتيم ونص، ونعاود نطلع يعني غنهبط من الفوق ب 4 سنتيم. في الخط ديال العرض نعاود ندخل من هنا بجوج سنتيم ونص، ودابا غنجمع النقاط. يعني البنات اللي ما عندهاش الادوات باش تخدم راه ممكن تخدم غير بالتفصيل بشي حاجه على شكل دائره بحال هكا. دابا غنجمعوا النقاط كلهم، غادي نجمعهم مع بعضياتهم، هاد العباره البنات اللي عطيتكم دابا الاس بالنسبه للناس اللي كيلبسوا الاس. نقدر من بعد غندير لكم واحد الدرس فيه جميع الطايات، يعني الباترونات ديال جميع الطايات بالنسبه للكمامات. غندير لكم من 4 سنين ل5 سنين، ومن 6 سنين ل8 ديال السنين، ومن 8 سنين ل10 ديال السنين، ومن 10 سنين ل12 عام. وغنعمل لكم حتى نعاود لكم حتى الاس والام والال والاكس ال ان شاء الله. غنعمل لكم كاع المقاسات بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعملوا هكا الكمامات، اللي بغاو يديروا هكا مشروع حتى ديال انهم هكا يخيطوا الكمامات ويبيعوهم، يعني طايات مختلفه. غادي نعطيكم ان شاء الله جميع المقاسات، ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول ديال حتى الاخر وتطبقوا. داكشي راه بسيط ساهل، يعني ما تحتاج شي حاجه اللي صعيبه، يعني تحطي قدامك غادي تفرجي وكتراسي. دابا من بعد ما كملنا لهاد كملنا الرسم نقطعوه، ها هو قطعناه كيف ما كتشوفوا. دابا غنجيبو الثوب غنتنيوه على جوج بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ها هو الباترون غنحطوه بهذا الشكل، يعني الجهه اللي متنيه كتجي بحال هي اللي على يعني فوق مني في مباشره. صافي دابا نطراسيو،
هذا هو الشكل النهائي اللي كيخرج لينا ديال هذا ديال الكمامه من بعد ما كنفتحوها. دابا صافي، دابا يعني قطعنا الاولى، غادي نحطوها وغنتراسيو عليها الثانيه بكل بساطه. غنشدو بالفنيت باش ما يبقاش هذاك الثوب ديال تحت يتحرك، ونتراسيو. صافي البنات، انتم غتراسيو بهذا الشكل كله، غدوزو عليه وتحيدوا الفنايت وتقطعوه ببساطة. عرفتوا دابا اش غديروا؟ دابا غتثنيوه بهذا الشكل هذا، غتثنيوه وغادي تدوزوا الخياطه، غدوزوها من هنا، تخيطوا من هنا وغتخيطوا من هنايا، غتخيطوا هذا بوحدو حتى الاخر حتى هو غتخيطوه بهذا الشكل هذا. ها هو من بعد ما خيطناه من جويه بجوج، دابا غنديروا لاستيك. لاستيك غديري فيه تقريبا واحد 20 سنتيم. ها هما انا خيطتهم بجوج يعني باش نربحوا الوقت، مونطيتهم وعاد وريتكم. المهم كتحطي كيف ما كتشوفي الوجه على الوجه، واحد فوق من واحد، وتدخلي لاستيك بحال هكا في الوسط كيف ما كتشوفوا في الوسط. صافي، وشدوه كاع بالفنايت باش تحكموا فيه اكثر. صافي بحال هكا. صافي دابا تقدروا تشدوا بالفنايت مثلا هكا باش ما تحطوا الخياطه على الخياطه بهذا الشكل هذا. صافي دابا نخيطوه، من بعد ما غنشدوه بالفنيت انتما البنات راه غادي تخيطوه، غدوزوا عليه كله باستثناء واحد البليصه، غتخليوه غير واحد البليصه صغيره منين غادي تقلبوا الثوب ملي تساليوه. دابا شنو كندير؟ دابا كنجبد لاستيك باش نديرو في الجهة الاخرى. شو البنات هاد لاستيك هذا، دابا خيطناه من الجهة الاولى، دابا غندخلوه دابا هنا نخيطوه من الجهة الثانية. من الاحسن تبقاو تعاودوا الخياطه هنا على حساب لاستيك باش ملي مع الاستعمال ما يتقطعش ليكم، يعني تكون البلاصه مصحيه لها الخياطه مزيان. صافي دابا البنات غادي ندوزوا عليه كامل، قلت لكم غتخليوه غير واحد البليصه منين غتقلبوا الثوب. صافي هانتوما البنات، هاي البليصه اللي خليت لي زقلت، ما يعني خليت واحد البليصه، راه ما سديتوش كله، يعني خليت واحد البليصه منين غنقلب. هانتوما بهذا الشكل دابا حنا قلبناها. دابا شنو غنديروا؟ دابا غادي نشدوا هذيك غنشدوا ان شاء الله هذه البلاصه هذه اللي قلبنا منها الثوب هذه، وغادي نخيطوها غير بالبره، وغنحاولوا ندفنوا الخياطه باش ما تبانش بحال هكا. غادي نشدوها وغنخيطوها،
واللي دائما كنأكد عليها البنات دائما ملي تبغيو تخيطوا الخيط تعقدوه، يعني تعقدوه باش ما يتسلش. صافي وتخيطوا بهذا الشكل هذا، راه ساهله الخياطه، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه واخا تكونوا يعني كل واحد ما عمره خيط راه يقدر يخيط. وملي تسالي والبنات بقاو دائما تعقدوا الخيط، تعقدوه باش ما يتحلش، ضروري تعقدوه. احنا سالينا الكمامه ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، ها هي كيف ما كتشوفوا، وراه عندها جوج ديال الوجوه، يعني تقدوا تلبسوها على هذا الوجه، تقدوا تلبسوها على هذا الوجه، لان الخياطه ما جاتش باينه على برا من جويه بجوج، يعني تقدي تلبسيها على جوج ديال الجويه. ها هو الشكل النهائي. المهم البنات الى عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك، وما تنسوش بارطاجيو مع صحباتكم ومع العائله ديالكم. ودابا البنات غادي نوريكم كيفاش غتحولوا هذه الكمامه كبيره لوحده صغيره. غادي نتعبروا كيف ما كتشوفوا هنا 6 ديال السنتيمترات من التحت، وغادي تديو واحد البليه صغيره فيها تقريبا سنتيم، شفتوا تقريبا سنتيم، غديروا بليه بحال هكا بهذا الشكل، شدوها بفنيته وغتمشيو للجهه الاخرى، حتى هي غتعبروا نفس القياس، غتعبروا 6 سنتيم يعني من عند الخيط حتى لهنا، وغديروا شياغ من هنا، يعني غادي تعبروا ثاني واحد ها نتوما غتشوفوا صافي، وغادي نديروا واحد البليه اخرى ثاني هنا بهذا الشكل صافي، وغتخيطوها. ها نتوما البنات انا خيطتها وريتها لكم باش باش نربحوا شويه الوقت، انا خيطتها شتيها تقريبا فيها سنتيم من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى، ها نتوما سنتيم، ومن هنا لهنا شحال عبرت شوفوا البنات 6 سنتيم، نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى، هانت البليه فيها سنتيم، ومن عند الكابل تما في 6 سنتيم صافي. ها هي تحولت دابا ولات كمامه صغيره بهذا الشكل، يعني سهله اننا نردوها صغيره. اللي درت هو ان انا داك لاستيك يعني عقدته غير واحد شويه باش يجيه على الراس، هو هذاك صافي. ها هي الكمامه ديالنا ولات صغيره. نتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، نتمنى نكون فدتكم من خلال هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.